السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا مجموعة من الأحياء فقط اسمي وهالكي اللي تعرفها. شارع فرحات بوسعد. لا أعرفه. برضو احنا قاعد نروح نغير كلوزل. لا أعرف تعرف كلوزل بس ما أعرفش. الاسم بالعربية ما تعرفه. زين. محمدية تعرف؟ محمدية. اللي هي؟ محمد الحراش جاي من الحراش وين ذكي المسجد آدم شارع دبيح شريف اسمع بيه ما بيش فين جاي اكزاكت ديدوش مورا تعرفه ديدوش أودان فوق أودان فندق الجزائر كيف يسموه سان جورج شارع فوزية مويلح الله أعلم العربي بالمهيدي نسمع به اكزاكت حسيبه اللي هو متداول في الالسن الجزائريه انه اسمه لاري ديزني تعرف لاري ديزني اذا نروح الاسماء القديمه هي اللي مازالت تمشي في الشارع الجزائري هذا هو الاشكال شكرا لك ربي يحفظك كاين شارع العربي بالمهيدي العربي بالمهيدي ولا لاري ديزني وشارع فوزيه مويلح ما نعرفوش ما نعرفوش الاربال كلا ما نعرفوش جات شوفالي فوق هل الشوارع اسكو الناس تبقى دائما تسمع تحفظ غير الاسامي تاع وقت الاستعمار ماشي الناس خويا ماشي الناس اللي غالب عليهم سي ليديوكاسيون هادي فيلم سيدي يوريو لهم دراري صغار كيكونوا صغار يوريو لهم يقول لهم ما تنتقوش من سوني نعطيك ان اكزومبل العلمه واسمع العلمه زمان ساترنو واش دار ساترنو هذايا تعرف التاريخ ديالو ساترنو إلى بريلي دي سنتين دالجيريان دون دي كافان دون دي غلوت العلم مشى بزاف على ساترنو إيه أنا عندي واحد جيم ساترنو جيم العلم حل أجونس إيموبيليار كتب أجونس ساترنو ما يعرفش بصح واحد ما يعرفش لازم تولي له واش عليه ما يهمش حكمت وقت تعرف شكون ساترنو يقولوا ساترنو ساترنو استنى ساترنو كيفاش انت تسمي اجونسي موبيل دار اساسان يقتل لي زالجيريان دير العلمه دير على اسم شهيد دير على امراه شهيده الله يبارك انا فيك صح الله يسلمك الله يسلمك فرنسا كي خلات لاري ديزلي لا احنا نسميهم لك بالعربيه وقلنا لا تعرف ايه مثلا فرحات بوسعد ما نعرفوش يقولوا له كلوزل ايه كلوزل مرسي كلوزل نعم المحمديه تعرف محمدية لا فيجري بوغارة بوغارة والله كل سؤال نسيم معليش شارع دبيح شريف دبيح شريف ما نعرفوش صح نعرف مي لا راني ناسي ديدوش مالار سي لاري ديزلي لاري ميشلي لاري ميشلي لاري ميشلي فندق الجزائر تعرفوا وين في الجزائر؟ ايه نعرفوا سان جورج سان جورج فوزية مويلح مش ما نعرفهاش كليرفال ايه هذو كاع حومتي كليرفال نعرفها لاري ديزلي نعرفوا لاري ميشلي نعرفها اسماء هذو كاع يعني بيلفي نعرفها اسماء هذو كاع سونت من الاسماء القدام نعرفهم بالعربيه مانيش نعرفهم قليل باش نعرفهم لان ما تعودناش عليهم هذا هو دوكا مثلا كي تروح انت يا تقول له كاتشما ولا فيو كوبا ولا تقول له كوبا مثلا معروفين تقول له حسندي مثلا لسندي معروفه ولكن دوكا مع هذا الشعب كل واحد كيف يهضر تنسى بعض الاحيان صحيح الحاجه اللي يقول لك فيه دبيح شريف شومونه لا مين نقول له احنا فيكتوريكو فيكتوريكو صحيح فيكتور ايغون عرفها اه الشريف لا شفت كيفاش ميك تعطي لي اسامي بالك في الاستعمار هذا ولا قبل الاستعمار لا الاسامي هذو جدد اللي دارتهم الدوله بصح الاسامي اللي انا اللي راهم متداولين هما الاسامي اللي خلاهم الاستعمار مي هذو الاسامي اللي دارتهم الدوله من بعد ما بعد الاستقلال شكرا لك خويا ربي يبارك فيك صحيح